أيها الإخوة، إن في التاريخ الإسلامي، عندما نقرأ في التاريخ الإسلامي نجد أن المساجد بصفة عامة، ولا سيما المسجد الحرام بصفة خاصة، قد أغلق في التاريخ الإسلامي عدة مرات. وهذا كان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. تم غلق المسجد الحرام عام 570 من الميلاد، عندما قدم أبرهة الحبشي بجيش جبار من الفيلة يريد أن يهدم الكعبة، ولكن العرب بسبب ذعرهم وخوفهم من هذا الفيل، فلم يروه من قبل، وخوفهم من هذا الجيش الذي لا طاقة لهم به، فروا في الجبال، ولكن الله تعالى هزم أبرهة بأن أرسل عليه جيشا من الطيور الأبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، وسمي هذا العام بعام الفيل. ثم إنه في عهد عبد الملك بن مروان قام الحجاج بن يوسف الثقفي بمحاصرة عبد الله بن الزبير عام 73 من الهجرة، وتم ضرب الكعبة بالمنجنيق، وعطلت الصلاة في هذا الوقت حتى تم رد شبه الجزيرة العربية إلى ملك الدولة الأموية. وفي عام 251 هجرية استولى إسماعيل بن يوسف الحسني الطالبي، وكان من الدولة الأخيضرية، واستولى على بعد معركة كبيرة استولى على مكة، وقتل عددا كبيرا من الحجاج، ولكنه مات في هذه السنة بمرض الجدري. وفي عام 317 من الهجرة عام 930 من الميلاد، في مطلع القرن الرابع الهجري، قام القرامطة في يوم التروية، وكان على رأسهم أبو طاهر القرمطي لعنه الله وعليه من الله ما يستحقه. ودخل معهم هذا المجرم، وكانوا يظهرون شيئا ويطلقون شيئا. فلما سكن الناس ودخلوا في موسم الحج، أعملوا السيف في الناس وقتلوا عددا كبيرا جدا منهم، حتى إنهم ردموا بئر زمزم 20,000 جثة، ثم وضعوا الجثث فوق البئر، وقتلوا خلقا كثيرا ولم يرحموا أحدا، وحاولوا أن يقلعوا ميزان الكعبة، لكن بني هذيل أبلت هذا اليوم بلاء عظيما. فكلما صعد أحد من جند هذا المجرم ليقلع ميزان الكعبة قذفوه بالسهم ورموه بالسهم، فيأس أبو طاهر القرمطي من خلع الميزان، ولكنه سلط على الحجر الأسود، وأخذ الحجر الأسود وكسره وتم تكسيره، وانتقل إلى الأحساء في البحرين في هجر، وظل ذلك 22 سنة. ووقف هذا المجرم بعدما قتل عددا كثيرا ويصرخ في الناس ويقول: لمن الملك اليوم؟ ثم لم يجب أحد، فإذا هو يقول: أنا بالله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. ثم حصل عددا كثيرا من المسلمين هنالك، وسبحان الله مات هذا المجرم بعد ذلك أيضا بمرض الجدري، وانتهت دولته إلى غير رجعة. وأيضا عام 1831 من الهجرة تسببت الكوليرا في قتل 150,000 شخص في جمهورية في مصر هنا، وتسببت في قتل أعداد كبيرة في بلاد الحرمين الشريفين، مما تسبب أيضا في حصر الصلاة في المساجد. أيضا في عام 1970 سيطر 200 رجل من السلفيين المتشددين على المسجد الحرام، وكان يقودهم جحيمان العتيبي ومحمد بن قحطان، بزعم أن أحدهم قد ظهر وأن المهدي المنتظر قد صرف، ويدعون إلى بيعته. وظهر في هذا العام عام 2020 من الميلاد عام 1441 هجرية ما يسمى بفيروس كورونا، حيث عقل عددا كبيرا من في مختلف البلدان الإسلامية، عقل الجماعات وعقل حتى الجمعات كما نرى الآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الهمم وأن يرفع عنا الكرب. اللهم كما أريتنا قد
فألم رحمتك. اللهم قد أريتنا قدرتك وقد عجز العالم كله بسبب فيروس لا يرى بالعين المجردة، فألنا يا رب رحمتك. اللهم اكشف عنا الوباء والبلاء واعد عنا يا رب لنا صلاة الجمعة وصلاة الجماعات. اللهم اشف كل مريض واهد كل ضال وارفع الكرب عن كل مكروه واعط كل محروم وارض كل فقير ويسر طريقنا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك ونستعين بك يا ارحم الراحمين من الجنون والجذام والبرص وسيد الاسقاط. اللهم انا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيد الاسقاط. اللهم انا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيد الاسقاط. اسالك يا رب علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا صالحا طيبا متقبلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.